عودة لحضراتكم مرة تانية، لسه مستكمل معاكم باقي أخبارنا وفقراتنا في صباح أون تايم. ولكن تحليليا وفنيا دايما بينضم إلينا نجومنا، هينضم إلينا دلوقتي عبر اللايف الكابتن تامر صقر المحلل الفني لشبكة قنوات أون تايم سبورتس. بنرحب بحضرتك كابتن تامر، صباح الفل عليك. صباح الفل يا فرح، أهلا بيك، منورنا يا كابتن تامر، وكل سنة وحضرتك طيب. بنورك وانت طيبة، ورمضان كريم علينا وعلى الأمة الإسلامية كلها إن شاء الله يا رب بإذن الله. طبعا في البداية هتكلم مع حضرتك على اليوم الكروي بالأمس، يعني امبارح عشنا نوع من أنواع حالة الترقب. الكل كان محتاج يعرف المشوار الإفريقي لنادي الأهلي ونادي الزمالك هينتهي على إيه. ابتدي مع حضرتك بالفوز الرائع والأداء الجميل اللي استمتعنا بيه بالنادي الأهلي بالأمس أمام القطن الكاميروني، تعليقك إيه وشفت الأداء عامل إزاي؟ والله بص يا فرح، هو امبارح اليوم نص الاولاني كان لطيف والنص الثاني كان حزين. يعني نتكلم عن ماتش الاهلي الاول. الاهلي زي ما قلنا ان القطن من اضعف فرق المجموعه، ويمكن اضعف فرقه في المجاميع كلها، في الاربع مجاميع هي الفرقه الوحيده ما جابتش ولا نقطه. كنا الخوف بس على الاهلي ان القطن انها بتلعب على ارضها، وكانت فتحت حتى الاستاد للجماهير مجانا عشان تخش، يعني عايزه تخلي شكلها في المجموعه انها تطلع حتى بنقطه من بطل افريقيا، فاهم، وتبقى سبب في عدم صعوده. ولكن انا امبارح حتى كنت في مداخله في قنوات اون، قلت ان الاهلي محتاج انه في اول الشوط لازم ينزل يخلص الماتش، ان الفرقه دي فرقه صغيره، لو دخل فيها جون وجونين هتفتح وهيبقى نتيجه، هيبقى سكور كبير. وانا شايف ان الاهلي محتاج النتيجه كبيره اكتر من 3-0، لان انت عارفه ان الاهلي مستني الهلال ان هو يتعادل او يخسر. فتعادل الهلال دلوقتي سهل الامور، ان بقى الاهلي ممكن يكسب 1-0 يوصل، يمكن لو في حاله تعادل طبعا الهلال مع سان داونز، بقت نتيجه 1-0 دلوقتي بعد الاهداف الاربعه اللي جابها الاهلي قادره ان الاهلي يصعد بيها في حاله سان داونز ان هو يتعادل مع الهلال. يعني الاهلي امبارح المباراه طبعا في اجواء جو حر، بيلعبوا على قد الماتش. يمكن الاهلي في الشوط الاولاني في 5 دقائق قدر كهربا يجيب جونين، دقيقه 24 ل 29، نفس الوضع في الشوط الثاني، نزل كهربا وبيرسي تاو في الدقيقه 51 و54 في 3 دقائق خلصوا الماتش. فالاهلي ما اداش الاداء الكبير، ولكن النتيجه هايله، والنتيجه اعتقد انها هتدي دفعه معنويه كبيره جدا في حاله عدم فوز الهلال، ان هو يقدر يفوز الهلال بنتيجه كبيره ان شاء الله في استاد القاهره باذن الله. طيب هسالك سؤال تاني يا كابتن تامر، ايه اللي انت شفته اتغير في اداء وطريقه لعب النادي الاهلي بالامس؟ ايه اللي حصل لهم؟ الانتعاشه دي جت ازاي؟ لا ما احنا بص يا فرح، ان ده اللي قلته لك، لازم تفرقي ما بين المنافس. الاداء جيد، في كانت لاعبين امبارح متالقه، شفنا كهربا وبيرسي تاو افضل 2 لعيبه في الاهلي امبارح، ولكن المنافس مش قوي، فطبعا مش هتبان الاخطاء الاهلي الدفاعيه او الاخطاء اللي بتحصل في كل مباراه. يعني شفنا في سان داونز عشان بتلعبي فرقه كبيره وفرقه تقيله هتبان الاخطاء، ولكن امبارح مهما حتى لو كان، يعني امبارح ما شفناش الشناوي، يعني انا ما خدتش بالي اصلا ان الشناوي علي لطفي نزل بين الشوطين، يعني حتى علي لطفي في الشوط الثاني ما جالوش حاجه، فما كانش حد واخد باله ان الشناوي غير بين الشوطين اصلا. فاعتقد لا، اعتقد الاهلي كبدايه طبعا النتيجه مهمه جدا، الاداء برضو يعتبر جيد، مش افضل حاجه، ولكن شفنا لعيبه امبارح، يمكن امبارح غير في الجزء الهجومي. انا بشوف ان افضل تشكيل للاهلي الثلاثي الامامي اللي هو كهربا واحمد عبد القادر شمال وبيرسي تاو يمين، دول افضل ثلاثي يلعبوا. يعني هو يمكن مدير الفني الاهلي بيغير كتير، وبيلعب ساعات طاهر وساعات حسين الشحات وساعات محمد شريف، ولكن افضل ثلاثي شفناه امبارح هو كهربا المميز جدا على الجون، بيعرف اي فرصه بتجيله بيعرف يخلصها. بيرسي تاو متالق اخر ماتشين، هو افضل لعيب الاهلي. نفس الوضع احمد عبد القادر، لعيب مهاري جدا وبيفرق في اي وقت في ان هو يقدر يعمل اسيست او يجيب جون. فاعتقد ان التشكيل امبارح كان جيد، حتى الثنائي اللي لعب مروان عطيه وعمرو السوليه كانوا جديد، يمكن ديانج وحمد فتحي واضح ان في اجهاد الاثنين دول بالذات مستواهم بيقل، فقدر
ده بقى ميزه ان تبقى عندك اربع خمس لعيبه في نفس المستوى. امبارح بيلعب عادي مروان عطيه وعمرو السوليه، كان ممكن يلعب قندوسي، كان ممكن يلعب، يعني عنده خمس ست لاعبين في المركز ده اي حد يلعب مش هيبقى فيه تاثير. فاعتقد لا يعني الاهلي بقول لك الجزء الهجومي هو اللي فرق معاه، والدفاع ايام ما كانش فيه، الخصم كان ضعيف ما شفناش ولا هجمه للقطن، فعشان كده الاهلي ظهر بصوره جيده امس. صحيح. طيب كابتن تامر، حابه اتوقف معاك عند كهربا. في بدايه حديثي في الحلقه كنت بتكلم على وجود كهربا واهميه وجوده واهميه تاثيره، لدرجه ان مستر كولر بقى يعتمد عليه كمهاجم صريح، عنده مهاجمين ما بقوش بيشاركوا اساسيا لمجرد ان الفرصه بتسمح او حاليا سمحة انه كهربا يكون متواجد، فهو بيلعب على حساب المهاجمين الاساسيين سواء كان شادي حسين او محمد شريف. من وجهة نظرك يا كابتن تامر، هل كهربا يستحق سريعا جدا انه يتم حل ازمته لانه لاعب عنده الامكانيات اللي النادي الاهلي محتاجها والامور لازم تتحل في اسرع وقت ممكن؟ بص احنا بنقعد نقول الاهلي والزمالك لازم تجيبوا صفقات سواء محليه او افريقيه وتبقى مش ضامنه الصفقه. يعني انت في الاخر عندك لعيب هو بقى مميز دلوقتي وهداف، ولو شفنا اخر فتره الكهرباء يمكن لعب ماتشات قليله، يمكن عدد اهدافه هتلاقيها في نفس عدد مبارياته. لا كهرباء لا بقى مميز وراجع، واضح ان هو وحشاك كوره بقاله كتير ما لعبش. فاعتقد ان هو ان لو اتحل طبعا مشكلته هتحل مشكله كبيره جدا لفكره ان هو الجماهير الاهلي بتطالب براس حربه محترف قوي. فوجود هو طبعا الاهلي برده محتاج، حتى في ظل ان انت في الاخر بتلعبي في بطولات كتيره قوي وممكن يحصل اصابه ممكن يحصل ايقاف، فمحتاجه على الاقل ثلاثة راس حربه اثنين منهم يبقوا مميزين جدا، فكهربا واحد منهم. اعتقد هو الراس حربه المحلي اللي هيفيد الاهلي. شادي حسين واضح ان هو خلاص الراجل مش كولر مش مقتنع بيه، فواضح ان هو هيمشي في اول السنه. محمد شريف في حالات ممكن يبقى هايل بس ما تقدريش تعتمدي عليه كلاعب اساسي كل ماتش. فاعتقد وجود كهربا محمد شريف مع راس حربه افريقي او اجنبي السنه الجايه لا يعني هيحل مشكله الفراوده في النادي الاهلي. طيب قبل ما اقفل معاك بلف النادي الاهلي، مباراه اليوم مباراه هامه جدا، مباراه سان داونز والهلال، سؤال حلقتنا النهارده وتوقعات الجمهور ايضا يا كابتن تامر. توقعات حضرتك ايه لمباراه سان داونز والهلال النهارده؟ شايف مين الاقرب للفوز؟ مين اللي ممكن يستغل المباراه دي؟ تصريحات فريق سان داونز ما قبل المباراه وفكره انه طبعا المسؤولين داخل سان داونز كانوا بياكدوا على النزاهه وعلى ان هم مش هيتلاعبوا باي شيء وان هم هيكونوا بيقدموا على نفس الاداء وعلى نفس المستوى وعلى ما يليق بفريق سان داونز بغض النظر عن اي امور ثانيه ممكن تكون متحكمه في الاداء وفي النتيجه طبعا اللي حضرتك على اساسها ان عارف انه مصير النادي الاهلي مرتبط بفوز سان داونز على فريق الهلال. بص يا فرح، هو مش موضوع تلاعب، هو ما بيحصلش تلاعب، هو المشكله ان سان داونز ممكن ما يلعبش باللعيبه الاساسيين بتاعته، وهو من حقه طبعا، انت في الاخر انت وصلتي من حقك تجربي لعيبه جديده، من حقك لو شايفه لعيب مجهد اساسي او عنده انذارات فخايفه تاخدي انذارات عشان بعد كده في دور الثمانيه. فاعتقد من حق المدير الفني سان داونز انه يلعب بالتشكيل اللي هو يقرره يعني. فهو دي المشكله، ان هو مش ان هو هيلاعب ال 11 الاساسيين وهينزلوا يتخاذلوا وهيخسروا عشان الاهلي يخرج، لا، ان هو المدير الفني هيلاعب لعيبه ما بتلعبش كتير، ممكن يبقى بقى معاهم بعض العناصر الاساسيه. الدوافع والحوافز للفرقتين مختلفه، الهلال بيلعب على ارضه من غير جمهور، ولكن عارف ان المباراه مصيريه بالنسبه له، اي نتيجه تفوز هتوصله مع سان داونز زي ما حصل بلوزداد امبارح. بلوزداد كان عايز رغم ان التعادل كان ممكن في صالحه ان هو يروح يحاول يتعادل مع الترجي اخر ماتش، ولكن قرر ان هو لا انا عايز اكسب، استغل المباراه على ارضي، اوصل قبل المباراه الاخيره. فاعتقد الهلال نفس الموضوع، مش عايز يسيب نفسه لمباراه الاهلي، ان هو لانه عارف ان الاهلي لو هيجي يلعب في القاهره والاهلي محتاج الفوز الاهلي هيفوز. فهي دي المشكله، ان الدوافع مختلفه، سان داونز ما عندوش الحميه او القتال في الملعب ان هو هيموت على الماتش، في نفس الوقت لو خسر مش هتاثر عليه كتير، وفكره ان هو مركز اول انا بشوف ان صعب قوي الهلال حتى لو الاهلي خرج ان الهلال يجي يكسب الاهلي في القاهره، فسان داونز بصوره كبيره هيكسب القطن في جنوب افريقيا وهيبقى الاول.
هو ده السبب، يعني ده سبب اللي مخلي جمهور الاهلي قلقان. ولكن باللي شفناه الاسبوع اللي فات والتقارير، وان مدرب صن داونز قال لك لا احنا فرقه بتفرق معانا سمعتنا وبيفرق معانا ان احنا نكسب الماتشات، فواضح ان هم واخدين الامور بجديه وعارفين ان العين عليهم من سواء من الاهلي او من الاتحاد الافريقي، ان المباراه عليها كلام. فاعتقد ان هم هيلعبوا بشرف يعني، وفي الاخر النتيجه بتاعت ربنا. ولكن الدوافع عند لاعبي الهلال اكبر، فاعتقد القتال هيبقى اكتر في الملعب يعني. صحيح يا كابتن تامر. انتقل معاك بقى لملف نادي الزمالك والخساره، مش هقول اللي كانت بالنسبه للجمهور عاديه لان خلاص هي خساره مع توديع البطوله في نفس التوقيت. ودع نادي الزمالك بطوله دوري ابطال افريقيا بالخساره من شباب الوزداد بنتيجه هدفين مقابل لا شيء بالامس. تعليقك ايه وشفت التشكيل اللي بدا بيه مستر فيريرا المباراه؟ هل هو التشكيل الافضل والانسب، ولا كان ليك اي تعليق على الاداء غير التشكيل ايضا؟ لا انا عليا لا التشكيل طبعا. بص احنا هنتكلم عن موضوع الزمالك من امبارح، يعني الواحد كان طبعا بالليل حزين على النتيجه، لان في يعني انت 75 دقيقه الاداء مش افضل حاجه، ولكن المباراه متساوي. بالعكس انت في الشوط الاولاني كنت انت الافضل وضيعتي الهدف انفراد الجزيري، وكان في كره ثانيه لمصطفى شلبي كان ممكن يلعبها الفتوح انفراد هدفين، وكنت شكلي في الملعب احسن. رغم ان انا كنت معترض على التشكيل من الاول يا فرح، لان انا في نقطه انا مش عارف فريرا مش واخد باله منها ازاي، ان وجود دونجا ورؤى جنب بعض ما بيفيدوش، بالعكس ده بيقللوا مستوى الفريق جدا. الاثنين عندهم مشكله، اولا مش في حالتهم، تاني حاجه الباس عندهم ميس باس كتير جدا، ودول اهم اثنين، دول اللي هو زي ما بنقول همزه الوصل ما بين الخط الدفاع والهجوم. فما ينفعش الاثنين دول يبقى كرتهم قليله، الاثنين ما فيش ولا باس يا فرح صح، ما فيش. الزمالك ما يلعبش ثلاث اربع نقلات بسبب ان كل كره دونجا ميس باس، رؤى ميس باس، مصطفى شلبي ميس باس. فمش معقوله ان لعيب زي سيف جعفر متالق بقاله فتره، وانت بتلعب رجعت لطريقتك القديمه اللي هي ثلاثه، يعني انت مش محتاج الكلام ده. لما بتلعب اربعه كان ساعات بيبقى محتاج اثنين هاف ديفندرز بيقاتلوا في نص الملعب لاستخلاص الكوره، ولكن انت بتلعب بثلاثه سرد باكات، الونش مع عبد الغني مع حسام عبد الجيد، خلاص مش محتاج الا واحد، محتاج دونجا او اشرف رؤى وقدامه سيف جعفر. كان سيف جعفر فرق معاكي جدا في الشوط الاول، ولما يبتدي يتعب تغيريه، ولكن نزول الشوط الثاني انا ما اعرفش ليه كل ماتش سيف جعفر في ماتش مهم خارج البتاع. وبعدين فكره انه ناشئ، انا بقى فكره ان سيد ممار ويوسف اسامه وسيف جعفر وحسام عبد الجيد دول مش ناشئين، دول عندهم 23 سنه. 23 سنه مبابي لعب اثنين كاس عالم، واحد فاينل، واحد كاس عالم وواحد لعب فاينل، فمش طبيعي ان احنا لسه بنعملهم ان هم شباب وان هم ناشئين. لا لا، خصوصا يا فرح لعبوا السنه اللي فاتت وكانوا من اسباب حصول الزمالك على الدوري. طب انا ممكن اتوقف معاك عند الجزئيه دي، معلش يا كابتن، افضل لعيب الزمالك. انا هتوقف معاك عند الجزئيه دي لانه الحقيقه مقدمتي في البرنامج النهارده كلها كانت على الكلام ده، يعني وجهه نظري يعني انا مش هغيرها ابدا، واللي شايفه انه ما ينفعش ابدا انه ناشئي نادي الزمالك يكونوا موجودين وشباب نادي الزمالك اللي كانوا على قدر المسؤوليه في وقت من اصعب الاوقات اللي مرت على النادي، سواء اذا كان في وقت في فترتين قيد او عدم استقرار او امور كتيره جدا، وهم دول الشباب اللي جابوا الدوري وجابوا الكاس زي ما حضرتك بتقول. هل مجموعة اللعيبة لو في جزء منها غير مقدر قيمة التيشيرت، شايف انه نادي الزمالك يكون بيشتغل الفترة اللي جاية انه يدي فرصة لعدد اكبر من الشباب؟ بص ده لك هخش معاكي فيه. احنا طبعا السنة دي خلاص هي سنة صعبة على الزمالك، لازم دوري اعتقد بنسبة كبيرة جدا، مش خلاص دوري صعب ان هم، انت بتتكلم فرق 17 نقطة على الاهلي لو كسب المؤجلات، واعتقد الدوري خلاص صعب، افريقيا خرج، فانت عندك بطوله مهمه اعتقد ان دي يعني اهم بطوله لازم تركزي عليها، اللي هي بطوله العربيه اللي هي في السعوديه في شهر 7. دي انت انت في شهر 3 قدامك 4 شهور. انا اعتقد احنا شفنا المجموعه، انت بتلعبي مع النصر وغالبا هيبقى معاكي في المجموعه الشباب السعودي واتحاد منستيري التونسي. انا اشك بمستوى الزمالك ده ان هو ممكن يقدر يعمل نتائج جيده في المجموعه بالمستوى ده. اعتقد ان احنا لازم المجلس الاداره يقعد، والجهاز الفني واضح ان هو راحل. فيريرا مع احترامي، بس انا فيريرا من اكتر الناس اللي كنت بشوف ان انا بشكر فيه وبقول المدير الفني كبير جدا، ولكن زي المدير الفني زي اللاعب بيجي له فتره بيبقى مش موفق فيها،
وبيبقى واضح ان الاجواء حواليه مش مخليه ان هو مركز. فيريرا بقاله فتره بيعمل امبارح التغييرات هو اللي عملها هي سبب خساره. في ماشيه كويس مش افضل اداء ولكن ماشيه كويس، بتغيري سيد نمر اللي هو افضل لعيب الزمالك والوحيد اللي بياخد الكوره بيعدي وبيرقص بسرعته ومهاري، الوحيد اللي منزله محمد طارق اللي هو لسه يعني لسه بيلعب باك رايت، حتى لما بتلعبيه بتلعبيه كسنتر باك. يعني توقعات التغيير ده ان هو ينزل محمد طارق مكان عبد الغني. ثلاث تغييرات من أسوأ لعيبة الزمالك، فاهم؟ ثلاث تغييرات غراب جدا. طب ليه استعين بيوسف اسامه بس؟ رجع مصطفى شلبي كان سيء امبارح، رجع يوسف العب ناصر منسي راس حربه وجرب سيف جزيري كوينج. ممكن عندك كذا حاجه، بس تغيير سيد نمر ده انا استغربته جدا. صحيح. هو ده سبب من اسباب برضو اللي حصل في اخر ربع ساعه. اخطاء غير طبيعيه. عبد الغني اخر ثلاث اربع ماتشات يا فرح بيخش بطريقه برعونه اللي هو عارف لو بيتقال بيترقص بالتليفون، مش معقوله. مش معقوله لعيب اساسي ولعيب مفروض لعيب دولي ولعيب في فريق كبير زي الزمالك وعايز ياخد بطولات ويبقى بالمستوى ده. انت عندك لعيبه امبارح اشرف فروقة او دونجا او عبد الغني او مصطفى شلبي، الاربعه دول بالذات لازم يعيدوا نفسهم مستواهم ده اللي هيأهلهم انهم يلعبوا في الزمالك، مش كاساسيين كتشكيل اصلا. جمهور يعني الفرقه كلها مش جيده، ولكن مش معقوله في حاجات بحس انها ما ينفعش ناشئ عنده 15 سنه يعملها. انت لعيب كبير ودولي وبتلعب مباراه مصريه، ما ينفعش تبقى لا مبالاه دي. يعني امبارح انا بشوف محمد عبد الغني بقاله فتره عنده لا مبالاه، مش فارق معاه ان اللعيب ياخده بظهره، بيبقى بايع نفسه لما بيقطع الكوره في ثانيه ممكن تلاقيها هدف. فاعتقد ان الزمالك لازم يعيد نفسه، الصفقات لازم يبتدي يعيد النظر فيها، اللعيبه لازم في لعيبه خلاص تاخد فكره انها تاخد. انت مش معقوله بتدي لعيبه فرح سيئه بقى لها اربع خمس ماتشات وعلى طول موجودين اساسيه، واللعيب اللي زي سيف جعفر او سيد نمر يتالق على لعيب بعديه ثاني ماتش ماتشين ما بيلعبش. ما هو مش طبيعي. مش طبيعي، لازم اللي يتالق هو اللي يبقى ليه دور، واللي وحش لازم يقعد شويه وتدي فرصه. بالتأكيد. عبد الغني انت خلاص رجع لك الونش، عندك محمود شبانه، عندك لعيبه كتيره لازم يعيدوا النظر فيهم يعني في الزمالك. صحيح يا كابتن تامر، وده اللي بنأكد عليه في كلامنا. بالتأكيد لازم يكون في فرصة للعيبة اللي تستحق، لازم يكون في جدية أكتر من كده لمجموعة اللعيبة اللي متواجدة، فرصة مرة واثنين وثلاثة، ولكن على نفس الأداء. أعتقد كل لاعب محتاج يراجع نفسه خلال الفترة القادمة. تحياتنا ليك كابتن تامر صقر محللنا الفني اللي دايما بنسعد بيه وبآرائه الفنية والتحليلية عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس. كنت سعيدة جدا بوجود حضرتك معايا، وصباح الفل عليك. صباح الفل عليك يا فرحة، أنا كنت سعيد. مشاهدينا لسه حديثنا مطول معاكم ولسه فقراتنا مستمرة في صباح أون تايم. فاصل قصير وبعدها نرجع نستقبل ضيفنا اللي منورنا النهاردة الأستاذ عبد الحميد فراج الناقد الرياضي في صباح أون تايم. انتظرونا.